ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي هلال الدليمي. أهلا بكم سيد هلال. أهلا وسهلا. أكد المعتصمين في الناصرية رفضهم التفاوض مع الوفد الذي أرسله الكاظمي. إلى أي مدى تدرك الحكومة أن المتظاهرين في قطعة تامة معها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، انتماء العراقية لا تفاوض عليها، أنا نؤيد ونحيي أهل الناصرية وكل الأحرار العراق، كيف نتفاوض على دماء الشهداء؟ دماء الشهداء لا تفاوض عليها مع هؤلاء الذين أوغلوا في دم العراقيين وأوصلوا العراق إلى حالة لم يصلها في التاريخ. يعني المتتبع للوضع العراقي يجد أن هذه العصابة التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية ونصبتها على العراق ودعمتها إيران، مشروع تدميري واضح المعالم متكامل الأطراف، كل أمة تلعن أختها. يعني الآن الوضع أصبح لا يحتمل، وأنا أحيي أهل الناصرية وأحيي كل حر في العراق أن يقف بوجه هؤلاء الذين أوصلونا إلى هذا الحال، يقتلون الشباب ويأتون للتفاوض. على ماذا نتفاوض؟ ما هي أسس التفاوض؟ كيف أتفاوض مع قاتلي محتل بلدي والذي قاتلني 8 سنوات مع إيران، الآن يأتي ليتفاوض معي على ماذا؟ نعم. يعني هذا الموضوع حقيقة أصبح متجن وشيء لا يمكن أن يصدق، أن تقوم دولة بقتل المتظاهرين السلميين ومن ثم ترسل القتلة ليتفاوضوا مع الضحايا أو أهل الضحايا أو ما تبقى من الناس اللي خرجت، ما خرجوا بطرا ولكن خرجوا لتصحيح الوضع الذي يعاني منه كل الشعب العراقي، وخرج قبلهم المحافظات 6 وتمت إبادتهم كما تعلمون بطرق مختلفة. والآن الشعب العراقي كله يثور ضد هؤلاء ولا زادوا يكذبون على أنفسهم وعلى هذا الشعب. أنا الأسس الذي يريد الكاظمي أن يحققها للشعب العراقي، أو يريد أن الشعب العراقي يتفاوض معه ومع حكومته على ماذا؟ نعم، بالإضافة إلى الوفد التفاوضي، شكل الكاظمي أيضا ومن جديد لجنة تحقيق في قتل المتظاهرين بالناصرية، الأمر الذي أثار استنكارا كبيرا في الأوساط العراقية. كيف يفسر إصرار الحكومة على هذه اللجان التحقيقية التي لم تتوصل لأي نتائج في وقت سابق؟ سيدتي الكريمة، هذا الأمر، اللجان التحقيقية كلها ذرامات في العيون وكذبة كبيرة. ماذا فعل الكاظمي باللجان التحقيقية التي قتلت المتظاهرين في ساحة الحبوبي سابقا، وفي ساحة التحرير، وفي النجف، وفي كربلاء، وفي البصرة؟ وهو الذي أوعز إليهم بذلك، هو الذي أوعز للقتل بالقتل. وإلا القاتل لو يجد دولة، بمعنى الدولة لما وصل هذا الحال، أي إن كان هذا القاتل، هذا القاتل حكومي وبامتياز، هذه الميليشيات هو اللي مسؤول عنها الكاظمي وفق الدستور الأعور، وفق قانون البرلمان أنه الحشد الشعبي يرتبط ارتباط مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة ووزير رئيس الوزراء، وهو المسؤول عن هذا. إذن اللجان التحقيقية التي ملأت الأركان العراق باللجان التحقيقية ولم نسمع بقرار واحد من لجنة منذ 2003 ولحد الآن، هذا الضحك على الذقون وهذا الأسلوب الكذب على الشعب العراقي لم ينطلي عليه بعد. هذا الكلام أسبعنا من ما، أين اللجنة التحقيقية التي شكلت في سامراء لتفجير المرقدين؟ يعني من أول هذه، من أول البلاء الذي رأيناه منهم بعد الاحتلال ولحد الآن، كلما يرتكبون جريمة يشكلوا اللجنة، وهذه اللجنة هم من نفس القطرة، وبالتالي تذهب الأمور حيث يعلمونهم أن هذا الأمر لن يجدي نفعا. بعد تبني مقتدى الصدر لما جرى في الناصرية وإعلان ما وصفه بتطهير ساحات التظاهر، ما جدوى تشكيل اللجان عموما؟
يعني احنا الان هناك خندقين، الخندق الايراني والخندق الشعب العراقي. حقيقه هذا واضح الان، اصبح مقتدى الصدر وكل الهرطقات تبعه منذ ان تولى قياده ما يسمى تخليص هذه الحكومه واتباع ايران من المتظاهرين العراقيين، وهو يتآمر على الشعب العراقي. وأصبح واضح أنه اللجنة التحقيقية تحقق بماذا؟ يعني احنا قلنا أنه عندما يكون الخصم هو الحكم، هذا هو حال الشعب العراقي الآن، الذي القتلة هم الذين يحققون معنا لمزيد من القتل. الأمر أصبح منذ أكثر من سنة وشهرين، والشعب العراقي ينزف دما بشكل مستمر المناطق التي لا يمكن اتهامها بأن هؤلاء داعش وهؤلاء أتباع الجهة الفلانية وأتباع فلان وفلان كما كان يحلو لهم في السابق. الآن الأمر أصبح جلي، وما كنا نقوله منذ 2003 ولحد الآن بأن هذه الحكومة أو هذه الأحزاب التابعة لإيران وهذه السلطة العميلة لن ترحم الشعب العراقي، لأنها سلطة عميلة للأجنبي، وهي وقادتها وكانوا يقاتلوننا علنا. ولكن إصرار البعض على أنه هذا الشيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا عربي وهذا ما أعرف إيش هو الذي أوصلنا إلى هذا الحل، وإلا الأمور مشخصة منذ البداية. لا يمكن لمن حمل السلاح مع عدو ويقاتلني وقتل أبناء بلدي أن يكون حاكما علي أو أن ينصفني في يوم من الأيام، هذا لن يكون. ما مدى جدية الحكومة في محاسبة المسؤولين عما جرى في ساحة الحبوبي وغيرها من ساحات التظاهر في ظل تغول الميليشيات في مؤسسات الدولة؟ هذه كذبة كبرى، وهم يعرفون أن من أتى بالكاظم هم الميليشيات، ومن يحميه هو الميليشيات، وأول عمل قام به الكاظم وارتدى بزة الميليشيات وجلس معهم ولا يستطيع أن يفعل شيء له ولا غيره، لأن الأمور بيد الدولة العميقة، وهذه الدولة العميقة تتحكم فيها إيران، وإلا بماذا يفسر السيد الكاظمي أو غيره اجتماع قاني مع قيادة هذه الميليشيات في العراق؟ هل يستطيع الكاظمي نفسه أن يجتمع بأي طرف إيراني بدون علم الحكومة الإيرانية الآن أو في المستقبل؟ لا يستطيع. إذن الدولة العميقة هي التي تتحكم في مصير أهل العراق الآن، وكل ما يقومون به هم طرف واحد. يعني لا يمكن أن نكون نخدع أنفسنا ونقول أن هناك إجراءات وستتم محاسبة من؟ هل سمعت قاتلا يحاسب نفسه؟ لا يمكن. هذا الأمر الآن الأمر بيد الشعب العراقي الذي ابتلي بهذه الزمرة العميلة وهذا الإجرام المتكرر على وإصرار على القتل. يعني الذي جرى بالناصرية بإصرار واعتراف مقتدى الصدر بهذا العمل، أعتقد حتى وفق القانون العراقي الأعور يجب أن يساق إلى المحكمة هو وحزبه، لأنه الاعتراف سيد الأدلة. أين هذه السلطة التي تستطيع أن تطبق القانون على القتلة؟ القاتل واضح والمقتول واضح والغائب هو الحق. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي هلال دليمي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.